الوزراء الجديد لديه عاداته التي واضح أنه سيفرضها بشكل واضح جدا على وزرائه. ذهبوا في 8 صباحا، ناقشوا عدد من القضايا في مقدمتها بالطبع موضوع المشاكل الخاصة بالخدمات. أكد رئيس الحكومة على ضرورة استقرار الأمن، دعم البنية الأساسية، إعلاء سيادة القانون، منع أي استثناءات، بناء علاقات خارجية قائمة على الندية، وزي ما قلت لحضراتكم في المقدمة النهاردة تطبيق قانون المرور بقوة وبحزم. هنضم إلينا هاتفيا السفير هاني صلاح الدين المتحدث الرسمي لمجلس رئاسة الوزراء. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ رسمي. أهلا وسهلا فندم. يعني من الطبيعي جدا أن الناس تنتظر من هذا الاجتماع الأول لحكومة محلب بعض القرارات اللي ربما تخفف من معاناة الناس. كنت بتكلم النهاردة في المقدمة على مشكلة المرور، دائما ما تؤكد الحكومات على ان هذه القضية اولوية بالنسبة لها، لكن ليس هناك تحسن فعلي في هذه المسألة حتى الان. ايوه طبعا، بالطبع زي ما حضرتك تفضلتي، هو الاجتماع الاول لحكومة السيد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبدأ في الصباح الباكر حوالي 7:30 واستمر حوالي 8 ساعات، والحقيقة ناقش مجموعة كبيرة ومتنوعة من القضايا التي تهم الشارع، من ضمنها طبعا موضوع المرور. وحضرتك اشرتي لان احد القرارات التي صدرت او التوجهات التي وضحت وظهرت في البيان، احد البيانات الصادره اليوم، كان تطبيق قانون المرور بكل حد. حقيقه السيد المهندس ابراهيم معلم شخصيته وطبعه ان هو لما يعد يحب ان يفي بوعوده، وهو سيعمل جاهدا باذن الله على اذا ما كانش تنظيم المرور بشكل على الاقل الحد من الاختراقات المروريه ومحاوله اعاده الانضباط الى الشارع المصري. ده شفناه مع اول جولات مروريه للسيد وزير الداخليه لما مر على مديريه على الجيزه، وفعلا جعل نائب مدير المرور هو الذي يتولى المديريه في ضوء ملاحظته لبعض الكسور والاشياء التي تحتاج الى معالجه. سيادة السفير، باستعراض القضايا والقرارات اللي صدرت عن مجلس الوزراء النهاردة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، كانت هناك العبارة الخاصة بإقامة علاقات خارجية قائمة على الندية. هل هذا ينطبق على قضية سد النهضة؟ لأنها من القضايا اللي شغلة الناس، وبعض المصادر قالت لي في تصريحات خاصة لينا لدريم إن ملف سد النهضة ما بقاش ملف وزارة الري، ده بقى ملف في يد جهات سيادية، لأنه أصبح يشكل خطر كبير على الأمن القومي المصري. هل هناك قرارات في هذه المسألة؟ هو الحقيقة طبعا السد الإثيوبي، وانا احب ان اطلق عليه الحقيقه كلمه السد الاثيوبي وليس سد النهضه، يشغل بال بالطبع السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وكل الحقيقه اركان ومسؤولي الحكومه المصريه، سواء الوزارات المعنيه مباشره زي ما حضرتك تفضلت في الراي، وايضا الخارجيه، وايضا جهات اخرى معنيه في الدوله سواء سياديه او خلاف. هو الملف لا يعنى به فقط وزارة الخارجية والري، وهم طبعا بالطبع على رأس الوزارات التي تعنى به، ولكن أيضا يبحث في إطار اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، والتي تعقد اجتماعاتها بصفة دورية وتضم ممثلين عن كل جهات الدولة بما فيها الجهات السيادية نظرا لحساسية الموضوع. بالطبع مصر بعد 30 يناير تسعى لعلاقات ندية وتوازن مع كل دول العالم، وهي حريصة على علاقتها مع هذه الدول بقدر حرص هذه الدول عليها. وأؤكد لحضرتك أن ملف السد الإثيوبي يولي السيد المهندس إبراهيم محلب بكل عناية، وبإذن الله نرى أفكار وخطط جديدة تتماشى وتتلائم مع المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا الشأن. طيب، جولة رئيس الحكومة امبارح في المحلة، وهي الجولة الأولى له في يعني اختار المحلة تحديدا عشان تبقى أول زيارة لي في المحافظات، وعد العمال بمسألة الاستجابة لمطالبهم لكنه طالبهم في نفس الوقت بالعمل. أحد التحديات الرئيسية اللي بتواجه حكومة محلب الآن مسألة ما يسمى بالمطالب الفئوية، وحضرتك عارف طبعا مسألة الحد الأدنى للأجور والتداعيات المرتبطة بهذه المسألة. هل نحن بصدد قرارات جديدة يمكن أن تحاول أن تستوعب موجة الغضب هذه؟ هو بالطبع حضرتك الإضرابات الفئوية قضية أو تحدي كبير يواجه هذه الحكومة،
ويعني لهذا السبب جاءت ايضا ضمن العناصر التي تطرق اليها السيد رئيس مجلس الوزراء في اول بيان يلقيه امام الامه يوم الاحد الماضي. كان هذا الموضوع ضمن اهم العناصر التي تطرق سيادته اليها. وفعلا لما راح امبارح حضرتك هي اول زياره للسيد رئيس الوزراء خارج القاهره كانت الى المحله الكبرى واصطحب معه اربع وزراء معنيين بهذا الملف. فهو امبارح اصدر سيادته او وجه مجموعه من التوجيهات سواء للساده الوزراء المتواجدين او لجهات مختلفه في الدوله، كان ست قرارات على وجه التحديد. وبالفعل اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء تم تنفيذ اول قرار، قامت السيده الدكتوره رادة علي وزيره التضامن الاجتماعي من خلال صندوق التامين على العاملين بقطاع الاعمال والخاص باصدار تعليمات الى مكتب منطقه الغربيه التامينيه لاصدار